أنباء وتقارير متكررة عن عملية عسكرية مرتقبة ستقودها الولايات المتحدة الأمريكية ضد أذرع إيران في الشرق الأوسط وتحديدا على المستوى السوري. المرصد السوري لحقوق الإنسان كان قد تحدث عن هذه المسألة بتفاصيل مهمة للغاية يوم أمس، وكان قد ذكر بشكل واضح بأن فصائل الجيش الوطني السوري الموالي لتركيا والتي تأتي طبعا من ضمن مناطق نفوذ تقدم تركيا إن كانت من منطقة درع الفرات أو غصن الزيتون أو نبع السلام، هذا الفصائل وهذه الفصائل قامت برفع قائمة بأسماء من المقاتلين المنتمين لهم إلى تركيا، وذلك من أجل إرسال مجموعة من المقاتلين إلى قاعدة التنف المهمة والاستراتيجية للغاية والتي تقع على المثلث الحدودي بين العراق والأردن وسوريا، ويطلقون عليها أيضا منطقة 55 كيلو، وطبعا تتواجد فيها هذه القاعدة القوات الأمريكية. والكلام هنا عن أن سيكون هنالك عقدا لمدة 6 أشهر لهؤلاء المقاتلين هو قابل للتجديد، بالإضافة إلى ذلك أن هؤلاء المقاتلين الآن يجري عليهم الاختيار والاختبار من قبل الاستخبارات التركية من أجل إرسالهم إلى هذه المنطقة، وأساس عملية إرسالهم هي تأتي لمهمة قد ذكرها المرصد السوري هي لقطع الطريق الخاص بالفصائل المسلحة المقربة من إيران وإيران القادم طبعا من العراق إلى سوريا بشكل مباشر. كان هنالك تقريرا أيضا صدر من المرصد السوري لحقوق الإنسان في 4 أغسطس أي بداية هذا الشهر، تحدث بأن القوات الأمريكية دربت مقاتلين في قاعدة التنف وبأنهم أرسلوا بشكل سري هؤلاء المقاتلين على مجموعات، كل مجموعة مكونة من 15 مقاتلا إلى شرق نهر الفرات، أي بما معنى من ضمن مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية قسد، وأيضا هي تعتبر مناطقا لنفوذ القوات الأمريكية التي تتواجد في عدد من القواعد إلى شرق نهر الفرات. وأساس عملية التحشيدات التي تأتي إلى شرق نهر الفرات هي من أجل القيام بعملية عسكرية ضد الفصائل المسلحة المقربة من إيران التي تأتي إلى غرب نهر الفرات، وبالتالي الرغبة الأساسية هنا التقدم وتحرير هذه المناطق أو السيطرة عليها، وبالتالي يقطعون الطريق على إيران على المستوى الحدودي الذي نراه بين العراق وبين سوريا. وطبعا كانت هنالك تقارير عن نفس هذه المسألة التي يتحدث عنها المرصد السوري لحقوق الإنسان كانت قد صدرت من عدد من الصحف المهمة للغاية بداية هذا الشهر، مثل صحيفة الأخبار اللبنانية أو حتى صحيفة إزفيستيا الروسية في 6 أغسطس، كما ترون يتحدثون عن نفس المسألة والحديث بشكل مباشر عن أن الولايات المتحدة تريد قطع هذا الطريق القادم من إيران عبر العراق إلى سوريا إلى لبنان على المستوى البري في نقل الأسلحة، والقطع سيكون على الحدود السورية العراقية، بمعنى أن القطع سيكون من الداخل السوري لإنهاء هذا التحرك بهذا الشكل. والتركيز من قبل هذه الصحف إن كانت صحيفة الأخبار اللبنانية أو حتى إزفيستيا الروسية تحدثوا أن هنالك عملية عسكرية قادمة على مدينة البوكمال الحدودية. هنا دعونا نتوقف قليلا لكي نفهم ما الذي يجري هنا. هناك ما نلاحظ البوكمال وهذه القائم في داخل العراقي، والحديث بأن الرغبة هنالك للتقدم للسيطرة طبعا على البوكمال، كما ترون هنالك أكثر من طريق لقطعه، قد تكون هنالك إنزالات أو حتى تحركات جوية خلف الخطوط في الخطوط الأمامية، خلق كذلك سيطرات أو غيرها، إسناد جوي لهؤلاء المقاتلين للعبور إلى هذه المنطقة طبعا والسيطرة عليها، وبالتالي بالسيطرة عليها سيعني بأن هذه الأطراف مع الولايات المتحدة الأمريكية سيسيطرون أيضا على هذا المعبر ألا وهو المعبر الإيراني كما يطلقون عليه. هو معبر ليس رسميا تستخدمه الفصائل المسلحة المقربة من إيران في عملية نقل الأسلحة عادة بهذا الاتجاه، وسبق لهذه المنطقة التي ترونها أمامكم أن تعرضت للقصف من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس الحالي جو بايدن، وأيضا من قبل إسرائيل بطائرات مسيرة في أكثر من مناسبة لهذه المنطقة. بالتالي قطع هذا المعبر أيضا وقطع الطريق عليه سيعني سيطرة كاملة ومنع الشحنات الإيرانية أن تعبر من قبل الفصائل المسلحة بواسطة الفصائل المسلحة إلى هذه المنطقة بأكملها، وهي أيضا ستعتبر أخبارا سيئة بالنسبة لقاعدة مهمة للغاية، هي قاعدة كبيرة للغاية تأتي بالقرب من هذا المعبر الإيراني الذي تحدثنا عنه الآن، وهي قاعدة الإمام علي التي تأتي تحت الأرض هنا بالضبط كما ترونها
هي ستكون طبعا تتعرض إلى حصار كبير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها على الأرض، وهذا يعني ببساطة أن قاعدة التنف السيطرة على هذه الحدود سيعني الضغط على أي تحركات للفصائل المسلحة قادمة من العراق بأي شكل من الأشكال، وهو يعني قطع التواصل بين الفصائل المسلحة في العراق وفي سوريا. كما تحدثنا الشحنات أيضا لن تجد طريقا، وسيكون هذا الأمر من الصعب للغاية أن يتم. حتى من قبل صحيفة إزفستيا الروسية تحدثت عن هذه المسألة، وهو الذي سيؤدي طبعا بالولايات المتحدة الأمريكية أن تحقق منطقة عازلة كاملة تغلق الحدود. النفوذ الإيراني سيتأثر وسيقل، في ظل أن أساسا الروس منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية قللوا من عملية تواجدهم وسحبوا الكثير من مقاتليهم من سوريا من أجل تمكين الإيرانيين طبعا حليفهم الآن، كما تساعد إيران روسيا في مسألة الطائرات المسيرة وغيرها من الذخائر لكي يمكنونهم من نفوذهم الموجود كذلك في سوريا. وبالتالي الآن هنا بهذا الشكل تقطع الأمور، سيكون هذا وسيشكل راحة كبيرة بالنسبة للقوات الأمريكية في سوريا، وأيضا سيشكل راحة كبيرة إلى إسرائيل للخلاص من الضغط الإيراني المستمر الدائم والقادم بهذا الاتجاه. لكن أيضا في نفس الوقت هذا قد يعطي فرصة كبيرة للإيرانيين وللفصائل الإيرانية، في ظل أيضا تقارير بأنهم يريدون إيران وروسيا وكذلك النظام السوري الذي قد يعتبر مسألة ألبو كمال هي مواجهة للجيش السوري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها. وبالتالي نجد تحالفا ثلاثيا من أجل تحقيق ما تحدثت عنه التقارير الأمريكية مؤخرا على مستوى CNN وغيرها، ألا وهو علينا ضرب قاعدة التنف، ضرب قاعدة حقل العمر النفطي أو قاعدة كونيكو، وإخراج القوات الأمريكية بالكامل من الشرق الأوسط. بالتالي ممكن أن يستخدمون هذه المسألة أيضا كذريعة إن تمت فعلا هذه العملية العسكرية التي تتحدث عنها العديد من المصادر. لكننا بدأنا نرى الكثير من الأمور التي تحدث إلى غرب نهر الفرات، وعلى مستوى دير الزور كانت هنالك أنباء بأن هنالك ضربة غامضة قد تمت بالقرب من دير الزور في منطقة عياش. دعونا نقترب منها الآن هذه المنطقة والحديث عن مستودعات عياش. هنا دير الزور كما ترون، وهذه هي منطقة عياش التي ترونها هنا، والمستودعات الخاصة بها هي هذه المستودعات التي أيضا سبق الولايات المتحدة الأمريكية أن وجهت ضربة لهذه المستودعات التي تخزن فيها طبعا الأسلحة الخاصة بالفصائل المسلحة المقربة من إيران. وكالة دير الزور 24 هي التي تحدثت عن دوي هذه الانفجارات في هذه المخازن يوم أمس، ونشروا مقطعا مصورا لطبيعة القصف الذي طبعا نشروه اليوم بهذا الشكل، وقالوا بأن هنالك انفجارا يبدو أننا أمام ضربة غامضة تأتي بهذا الاتجاه. طبعا الفصائل المسلحة المقربة من إيران وإيران منتبهين تماما لما يجري باتجاه غرب نهر الفرات، ألبو كمال، الميادين، ودير الزور وغيرها، وبدأوا يتحركون بشكل مكثف باتجاه هذه المناطق قادمين من الداخل العراقي عبر القائم إلى ألبو كمال إلى دير الزور. وتحدثت على سبيل المثال وكالة عين الفرات يوم أمس مع وكالة صدى الشرقية عن هذه التحركات التي تأتي كما تلاحظون بقافلة باصات جديدة تدخل سوريا عبر معبر القائم العراقي الحدودي. وأفاد مراسلهم وهو مراسل صدى الشرقية طبعا من مدينة ألبو كمال عن دخول 3 باصات محملة بالحجاج العراقيين والإيرانيين لزيارة الأماكن المقدسة وبين سوريا. وحسب مراسلنا فإن الباصات عبرت منذ ساعات الصباح الأولى تجنبا للاحتكاك مع الأهالي، وأيضا إن عين الفرات قالوا بأن هذه أو هذا إطار غير صحيح، هم مقاتلين ولكنهم دخلوا على أساس أنهم زوارا للأماكن المقدسة، ونشروا صورا حصرية لدخول هذه الباصات المدنية التي قالوا بأنها محمية من الفصائل المسلحة العراقية التي دخلت معها ولم يتم تفتيشها أبدا. وبالتالي هذه هي صورها كما ترون بهذه الطريقة. طبعا هذه الأمور كلها التي نتحدث عنها هي تأتي في ظل تطورات تأتي وتجري من قبل القيادة المركزية الأمريكية تجاه إيران. سنتكوم القيادة المركزية الأمريكية يوم أمس كانت قد تحدثت بين قائد القيادة المركزية الأمريكية إيريك كوريلا
كان على متن هذه السفينة ألا وهي USS توماس هادنر، وهذه طبعا المدمرة دخل على متنها قائد القيادة المركزية إيريك كوريلا عبر مضيق هرمز أمام طبعا السواحل الإيرانية، ونشروا صورة له هو وقائد الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز في مملكة البحرين على متن USS توماس هادنر بهذا الشكل وهم يعبرون مضيق هرمز، المنطقة المشتعلة والمتوترة للغاية. وطبعا هذه المسألة أيضا هذا القائد كان قد التقى بملك مملكة البحرين، التقى بعدد من القيادات العليا الموجودة في الإمارات العربية المتحدة، وتحركاته تأتي بعد يوم واحد فقط من إعلان دخول أكثر من 3000 عنصر من مشاة البحرية الأمريكية إلى البحر الأحمر عبر قناة السويس متوجهين مباشرة إلى مضيق هرمز، وطبعا جاءوا على متن هذه السفن التي ترونها الحربية، نتحدث عن USS كارتر هول وكذلك عن USS باتان، وبالتالي الأمور مشتدة جداً.